وعن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من تلبيته في حج أو عمرة سأل الله رضوانه والجنة واستعاذ برحمته من النار. رواه الشافعي بإسناد ضعيف. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من تلبيته في حج أو عمرة سأل الله رضوانه والجنة واستعاذ برحمته من النار. ذكر المصنف أن هذا الحديث رواه الشافعي بإسناد ضعيف. هذا الحديث رواه الشافعي من طريق إبراهيم بن محمد، وهو إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى، وقد أكثر عنه البخاري الحديث وهو متروك، وقد أكثر عنه الشافعي الرواية وهو متروك، وهو من الذين عيب على الشافعي الرواية عنهم، حتى إن بعضهم لما عد الشافعي ممن يروي عن الثقات قال: كيف وقد روى عن ابن أبي يحيى؟ نعم، هذا الحديث رواه الشافعي من طريق إبراهيم بن محمد عن صالح بن محمد بن زائدة عن أبيه، عن صالح بن محمد بن زائدة عن عمارة بن خزيمة عن أبيه خزيمة بن ثابت رضي الله عنه. وضعف المصنف إسناد هذا الحديث لعلتين. العلة الأولى: إبراهيم بن محمد ابن أبي يحيى شيخ الشافعي، ولكنه متابع كما عند الدارقطني وغيره، فقد توبع بعبد الله بن عبد الله الأموي. ولكن العلة الثانية هي التي ضعفه بها غيره، وهو صالح بن محمد بن زائدة، فقد ضعف الحديث بصالح هذا ابن مفلح في الفروع، فقال إن صالحا هذا ضعيف، مع أن صالحا هذا قال عنه الإمام أحمد لا بأس به، وإنما ضعفه يحيى بن معين والنسائي، وقال البخاري إنه منكر. وعلى العموم فإن هذا الحديث أخذ به فقهاء الإمام أحمد، وذكروا أنه يستحب للمحرم بالحج والعمرة إذا فرغ من التلبية أن يفعل ثلاثة أمور. الأمر الأول أن يسأل الله عز وجل رضوانه وأن يسأله الجنة، وهذا هو المذكور هنا، وأن يستعيذ كذلك من النار، وأن يستعيذ بالله من النار. الأمر الثاني أنه طبعا استدلوا على الأمر الأول بحديث الباب. الأمر الثاني أنه قالوا إذا فرغ من التلبية وبعد سؤال الله رضوانه فإنه يدعو بما يحب من خير الدنيا والآخرة، واستدلوا على ذلك أيضا بهذا الحديث. ووجه الاستدلال من هذا الحديث قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل الله عز وجل رضوانه والجنة ويستعيذ برحمته من النار، فهذا يدل على مشروعية مطلق الدعاء، وهذا الاستدلال ذكره ابن المنجع وكمله ابن القيم فقال إن مطلق الدعاء من توابع الدعاء، فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا بالجنة بدخول الجنة والنجاة من النار، فمن توابعه سؤال خير الدنيا والآخرة. وقد جاء ذلك في حديث مرسل، فقد جاء عن القاسم أنه قال أنهم كانوا يستحبون الدعاء بعد ذلك. الأمر الثالث مما يستحب بعد التلبية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاء ذلك عن القاسم أنه قال كان يستحب للرجل إذا فرغ من التلبية أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تتأكد عند الدعاء، وقد عقد ابن بشكوال كتاب بابا كاملا في كتابه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في جمع الأحاديث التي تدل على استحباب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند مطلق الدعاء. وسبب الدعاء في هذا الموضع قالوا لأنه موطن إجابة، وسبب كونها إجابة لأن ذلك العبد أجاب الله في دعائه بالحج فيجيب الله دعاءه وطلبه. نعم. عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحرتها هنا ومنا كلها منحر فانحروا في رحالكم، ووقفتها هنا وعرفة كلها موقف، ووقفتها هنا وجمع كلها موقف. رواه مسلم. نعم، هذا حديث جابر رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم قال: نحرتها هنا. قوله نحرتها هنا أي في الموضع الذي نحر فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان
بين مسجد الخيف وبين الجمرة، وهو المنزل الذي نحر فيه صلى الله عليه وسلم. وهذا الموضع الذي فعله النبي الذي نحر فيه النبي صلى الله عليه وسلم إنما وقع منه اتفاقا، يدل على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فبين أن فعله وقصده هذا المكان من باب الاتفاق، بخلاف قصد الصخرات وباختلاف قصد المشاعر فإنه إما واجب أو مستحب. وقول النبي صلى الله عليه وسلم نحرتها هنا نستفيد منها أمورا. الأمر الأول أن من أفعال الحج النحر، نحر هدي التمتع والقران، وقد يكون واجبا إذا كان متمتعا أو قارنا، وقد يكون مستحبا إذا زاد عن واحدة أو كان مفردا، فإن المفرد يستحب له أن ينحر في هذا اليوم من باب الاستحباب. وقد نحر النبي صلى الله عليه وسلم 63 عليه الصلاة والسلام بيده، وتمم البئة علي رضي الله عنه. الأمر الثاني أن هذه الجملة تدلنا على أنه يستحب في الإبل النحر، وهو الطعن في أصل حلقها. ويدل هذه الجملة كذلك في قوله صلى الله عليه وسلم نحرتها هنا حينما أضاف النحر لنفسه، أنه يستحب للمرء أن يباشر بنفسه النحر أو الذبح إذا كان من الشاة التي تذبح. وقول النبي صلى الله عليه وسلم ومنى كلها منحر، هذه الجملة تحتمل احتمالين، إما أن يكون المراد بمنى موضع منى، وإما أن يكون أيام منى. نبدأ بالاحتمال الثاني، فأما قوله أي احتمال أنها تكون أيام منى، فقد استدل به على عبارة منى كلها منحر على أن المراد بمنى أيام منى، استدل بهذه الجملة على أن الذبح يجوز في يوم العيد وأيام منى الثلاثة التابعة له، فيكون مجموع الأيام أربعة يجوز فيها الذبح، أربعة أيام وثلاث ليال. واستدلوا أنه قد جاء في بعض الأخبار من حديث جبير أنه قال وأيام منى كلها منحر، وهذا تصريح بأن المراد بمنى الأيام. وأجيب عن ذلك بأن هذه الزيادة أيام لا تثبت، بل إن سياق الحديث يدل على خلاف ذلك. طيب، الاحتمال الثاني أن يكون المراد بمنى كلها منحر أي موضع منى، وهذا المعنى صحيح، فإن منى أي موضعها كله منحر، فيجوز النحر في منى كلها، ولا يلزم النحر في الموضع الذي نحر فيه النبي صلى الله عليه وسلم. وهل يجوز النحر خارج منى؟ بمعنى هل لهذه الجملة مفهوم مخالفة أم ليس لها مفهوم مخالفة؟ نقول انتبه لهذا الاستدلال، نقول إن قلنا إنه لا مفهوم مخالفة لها، فنقول إن هذا الحديث لا يدل على عدم جواز النحر خارج منى. وإن قلنا إن لها مفهوم مخالفة، فإن المراد بمنى مكة، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد لا بأس به عند الإمام أحمد وأبي داود من حديث جابر نفسه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل فجاج مكة طريق ومنحر، كل فجاج مكة ومنى طريق ومنحر. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم كل الطرق إلى مكة، عفوا، كل الطرق إلى منى تكون منحرا، فعلى ذلك فيكون قوله ومنى كلها منحر أي ومنى والطرق إليها وهي مكة منحر. وهذا هو المذهب، فإن المذهب يجوز النحر في منى وفي غيرها. ووجه الحديث كما ذكرت لك بأحد توجيهين، إما لا مفهوم له، أو أن له مفهوم لكن المراد بمنى هنا أن المراد بها مكة، أو ليس مكة وإنما المراد بها الحرم، لأنهم لا يرون مكة وإنما يرون الحرم، فكل حرم يجوز فيها المنحر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل فجاج مكة طريق ومنحر. قوله ومنى كلها منحر فانحروا في رحالكم، أي لا تتكلفوا النحر في الموضع الذي نحرت فيه. وقوله في رحالكم الإضافة للناس، أي في موضع مكثكم، وهذا يدلنا على أنه يجوز النحر في كل موضع يكون فيه الرحل ويتيسر فيه الذبح. وهذا يدل أيضا يؤكد على أن المراد بمنى ليست البقعة، وإنما المراد كل مكة أو كل الحرم، مكة للحديث ولكن الفقهاء حملوه على الحرم. نعم. قال ووقفتها هنا وعرفة كلها موقف، وهذا تقدم الحديث عنها. قال ووقفتها هنا وجمع كلها موقف، أي وكل جمع وهي مزدلفة موقف. هذه الجملة استدل بها فقهاؤنا على مسألة
والذي استدل هو الشيخ تقي الدين وموافق لاستدلالهم، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لم يجعل الحدود الفاصلة بين المشاعر منها، فلم يجعل الحد الفاصل بين مزدلفة ومنى وهو وادي محسر من أحدهما، ولم يجعل عرنة من عرفة، فدل ذلك على أن الحدود ليست منها. وينبني على ذلك أن جمرة العقبة على المذهب ليست من منى، بل هي خارج منى، خلافا لمن قال إنها حد منى، وإنما يكون ما جاوزها خارج منى. وهذه مبنية على القاعدة المشهورة دائما أكررها لكم، هل الحد يدخل في المحدود أم لا؟ وغالب استخدام الفقهاء عندنا أن الحد لا يدخل في المحدود، نعم. وقلت في الغالب باستثناء حديث جابر في المرفق وفي اليدين وهكذا، نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى مكة دخل من أعلاها وخرج من أسفلها، متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل ويذكر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، متفق عليه. نعم، هذان حديثان في صفة دخول النبي صلى الله عليه وسلم مكة، وهذان الحديثان قصدهم النبي صلى الله عليه وسلم، هذه المواضع الثلاث قصدها، فقد قصد النبي صلى الله عليه وسلم في هذين الحديثين ثلاثة مواضع، ولذلك استحب العلماء دخول مكة وقصد هذه المواضع الثلاثة. نبدأ بالموضع الأول الذي جاء في حديث عائشة، قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى مكة دخلها من أعلاها. المراد بأعلاها الثنية العليا، الثنية هي الجبل المرتفع العليا، وهذه الثنية هي التي تسمى بكداء، بالفتح كداء، بفتح الكاف والدال، وكداء هذه قصد النبي صلى الله عليه وسلم دخولها، يدلنا على قصده لها أمران. الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى أسفل مكة وبات بذي طوى كما سيأتي بعد قليل، ثم لما أراد الدخول ذهب إلى أعلاها، إذن كان قريبا من مكة من جهة من أسفلها من جهة جنوبها، ومع ذلك خرج وبات ليلة هناك، ثم بعد ذلك خرج منها وانتقل إلى أعلاها، فدل على قصده الدخول من أعلى مكة. الأمر الثاني أنه جاء في السير أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يدخل مكة قال ماذا قال حسان؟ قالوا له إن حسان يقول عدمنا خيلنا إن لم تروها تثير النقع موعدها كداء، قال ادخلوا من حيث قال حسان. فيستحب الدخول من كداء. ما هي كداء؟ كداء هذه ثنية جبل صغير كان صعبا، أول من سهله معاوية وما زال يسهل حتى سهل مؤخرا في التوسعات الأخيرة في طرق مكة. يقول هو الجبل المطل على مقبرة الحجون، ويصح الحجون، والفرق بين الضم والفتح قيل هذه نطق الفقهاء وهذه نطق المحدثين وهذه نطق اللغويين، فيصح فيها الوجهان بالفتح والضم. فمن جاء من طريق مقبرة الحجون أو الحجون فإنه يكون قد مر من أعلى مكة، وهذا الطريق هو الذي نأتي منه إذا جئنا من طريق السيل، فإنك تمر وتكون المقبرة عن يمينك، وكذلك إذا دخلت من طريق جدة تستطيع أن تلف من بعض الطرق حتى تتجاوز الزاهر، ثم تمر بعد ذلك على الثنية فتدخل من أعلاها. إذن هذا دخول النبي صلى الله عليه وسلم من أعلى وهو السنة. قال وخرج من أسفلها، أسفلها أسفل مكة ثنية كذلك تسمى كدى بضم الكاف وفتح الدال والمد، طبعا بالمد غير المقصورة، يعني بألف مقصورة، ليست كدى وإنما كدى، وليست كدي. كدي هذا موضع ثالث مختلف عنها، كدى غير كدي، كدي المعروفة الآن التي فيها مواقف الباصات ليست هي المرادة، وإنما المراد بها كدى. كدى هذه ذكر بعض المؤرخين أنه لا يعرف أين هي، ولكن الذي عليه كثير من المؤرخين أنها في آخر شبيكة عند موضع كان يسمى بباب الرسام، ثم غير إلى باب جدة أو جدة، ثم غير بعد ذلك وهو آخر تسمية له فسموه بحارة الباب. منطقة حارة الباب هذه هي التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج منها، الآن أصبحت من الشبيكة ودخلت في الهدام الذي وسعت به، لا قبل المسفلة بشوي، قبل المسفلة بشوي، قبل المسفلة، يعني جزء من الحارة هذه يقول دخل في الهدام، نعم.
متفق عليه. إذن هذا هو الحديث الدخول والخروج وهو من أعلاها. سنتكلم بعد قليل في حديث ابن عمر هل هذا مستحب الآن أم لا. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى. ذي طوى هذا بئر سمي بهذا الاسم لأنه يطوى، تعرفون الآبار القلبان تطوى بالحجارة، فمن كثرة طيه وما فيه من الحجارة سمي بذي طوى. ذي طوى كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الدخول إلى مكة قصده كما جاء في حديث ابن عمر قال ويذكر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ابن عمر يفعله ويستمر على فعله. ذي طوى ما هو؟ هو بئر موجود إلى الآن لم يتغير، موجود في محله لكنه عليه بناء قديم بعض الشيء، أمام بالضبط أمام مستشفى الولادة القديم في جرول، بالضبط أمامها في منطقة صغيرة جدا مع التوسعة الحديثة أصبح مجاور تماما لمحطة الكهرباء للتوسعة الحديثة، فأصبح قريب جدا من الحرم، وبجانبه محطة الباصات النقل الجديد وضعوها بجانبه. اتيان هذا البئر وهو بئر ذو طوى والاغتسال منه والصلاة عنده والمبيت فعله النبي صلى الله عليه وسلم قصدا، وفعله الصحابة بعده قصدا، والفقهاء في المذاهب الأربعة جميعا يستحبون ذلك. طبعا البئر الآن لا يمكن الاغتسال منه لأن البئر فيه قديمة وعليها شبك ولها غرفة باب قديم جدا موجود أضده من الحجارة يعني قبل أن يأتي اسمنت، فلا يمكن الدخول لها. فمن أراد أن يقصد بئر طوى يذهب للمسجد الذي بجانبه، موجود بجانبه مسجد كبير اسمه مسجد الكعكي، فيغتسلون منه ويصلون ركعتين، ولكن لا تحصل به السنة. فقد ذكر ابن رجب رحمه الله تعالى في فتح الباري أن ذي طوى بجانبه مسجدان بنيا، وذكر أنه لم يثبت أن أحد هذين المسجدين صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، بل أنكر ذلك وقال إنما صلى في الموضع، ذكر موضعا معينا في غير هذين المسجدين. وبناء على ذلك فهل نقول إنه تتحقق السنية بذلك أم لا؟ نقول أما الدخول من أعلاها ومن أسفل والخروج من أسفلها فالسنة تتعلق بالجهة وهذا واضح، فإنها الثنية العليا والثنية السفلى، فالدخول من أعلى مكة والخروج من أسفلها. وأما إتيان ذي طوى والاغتسال من البئر فإن من دخل إلى ذي طوى فقد وصل إلى مكة، بل وصل إلى الحرم قريب من الحرم جدا، الباصات تقف عندها ثم تذهب مشيا من شدة القرب الآن وذهاب المعالم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب لها ثم يدخل إلى مكة من أعلىها، فدل على أن فعلها يفوت إدراك الدخول من أعلى مكة، ومن دخل من أعلى مكة فات عليه محل تلك فيفوت أحد السنتين. وأيهما أولى؟ في نظري أن الدخول من أعلاها أولى، لأن هذه سنة متعلقة بما قبل الفعل وهذه متعلقة بالفعل نفسه، وعلى العموم الأمر سهل، والبئر موجودة وقائمة، فمن أتى منها واغتسل لك لا ماء فيها أو مغلق الماء فقد يقال بأنها سنة ويفعلها بعض الحجاج. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقبل الحجر الأسود ويسجد عليه، رواه الحاكم مرفوعا والبهقي موقوفا. نعم، هذا الحديث حديث ابن عباس أنه كان يقبل الحجر الأسود ويسجد عليه، ذكر المصنف أن الحاكم رواه مرفوعا وأن البيهقي رواه موقوفا، والإمام أحمد رحمه الله تعالى حسن حديث ابن عباس موقوفا، نقل ذلك عنه الشيخ تقي الدين في شرح العمدة. هذا الحديث فيه من الفقه أولا في قوله أنه كان يقبل الحجر، فيه دليل على استحباب تقبيل الحجر وسيأتي تفصيله إن شاء الله. الأمر الثاني أنه استحب بمفهوم المخالفة عدم تقبيل غير الحجر الأسود من أركان البيت وحجارته، فأما الركنان الشاميان فإنه لا يشرع تقبيلهما وقد أنكر ابن عباس على معاوية فعله، وأما الحجر اليماني أو أما الركن اليماني المقابل الحجر الأسود ففيه روايتان في مذهب الإمام أحمد، والمعتمد أنه لا يستحب تقبيله وهو الأصح وسيأتي إن شاء الله بعد قليل. المسألة الثانية في قوله ويسجد عليه، معنى يسجد عليه أن يضع جبهته، وعلى ذلك فإن من قبله بفيه يستحب له أن يضع جبهته زيادة في الفعل ولا يكفي بوضع
الفم، وهذا قول عامة أهل العلم، إلا ما نقل القاضي عن الإمام مالك أنه قال ببدعية ذلك. قال القاضي: وقد شذ مالك فقد ثبت هذا الفعل وهو السجود على الحجر الأسود عن عمر وابنه وابن عباس رضي الله عن الجميع وغيرهم كذلك. إذن السجود هنا ليس معنى السجود باللغوي، وإنما وضع الجبهة فقط. إذا السجود اللغوي وضع الأعضاء السبعة وأن يكون المسافة الأعلى من الرأس. نعم. وعنه قال: أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا ثلاثة أشواط ويمشوا أربعا ما بين الركنين، متفق عليه. نعم. قال وعنه، أي وعن ابن عباس رضي الله عنه قال أمرهم، أي أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، وهذا الأمر كان في أول الأمر حينما اعتمروا عمرة القضية التي يسميها بعض الفقهاء عمرة القضاء. والفرق بين من سماها عمرة القضية والقضاء أن من سماها عمرة القضية قال إن المحصر يجب عليه قضاء النسك الذي أحصر فيه. نعم. قال أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا. معنى الرمل عند الفقهاء هو الإسراع في المشي مع تقارب الخطى. وقد ذكر الزركشي أن هذا التفسير للرمل هو تفسير أصحابنا، لأن للغويين تفسيرا آخر حيث زاد الفقهاء مسألة تقارب الخطى. وهذا التفسير ذكر المرداوي أنه لا نزاع عند فقهائنا أن المراد به ذلك. وهنا مسألة، فقد ذكر أبو عبيد وقاسم السلام إمام اللغة رحمه الله تعالى صاحب غريب الحديث وغيره أن الفقهاء أعلم بتفسير الحديث من أهل اللغة، وهذه قد نشير لها في الاطباع إن شاء الله. طيب، قال أن يرملوا ثلاثة أشواط، هذه الجملة تدلنا على استحباب الرمل وهو المسارعة في المشي مع مقاربة الخطى في الأشواط الثلاثة الأول، ولكن هذه الأشواط إنما تستحب، أو إنما يستحب عفوا الرمل في الأشواط الثلاثة إذا كان الطواف طواف قدوم أو طواف عمرة للمتمتع. إذن الطوافان فقط اللذان يستحب فيهما الرمل، طواف القدوم وطواف عمرة المتمتع فقط، ومن عداهم لا رمل فيه. الأمر الثاني أن هذا الرمل إنما يستحب للماشي، لأنهم قالوا إن الرمل هو مقاربة الخطى، والخطى لا تتحقق إلا للماشي دون الراكب. وأما لو كان محمولا كهيئة العربيات أو قديما الذين يحملونهم على الرأس من كان يتذكره منكم، فإنه لا يستحب لهم الرمل، وإنما يكون للماشي لأنه متعلق بصفة القدمين. قالوا ويمشوا أربعا، يعني مشيا معتادا، ما بين الركنين. قوله ما بين الركنين، هذه الجملة متعلقة بالرمل، فيكون رملهم بين الركنين، أي من الركن الأسود، من ركن حجر الأسود إلى الركن اليماني فقط. وما بين الركنين اليمانيين فإنه لا رمل فيه. والسبب في ذلك أنهم في حال عمرة القضية لما كانوا قد أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالرمل، كان المشركون خلف الحطيم، خلف الحجر، فكانوا لا ينظرون إليهم إذا كانوا بين الحجرين أو بين الركنين معنى أصح. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم خفف عنهم في هذا الموضع لكي لا يشق عليهم. وهذا القيد وهو ترك الرمل ما بين الركنين، هل هو معمول به أم لا؟ المذهب أن هذا القيد خاص بفعل الصحابة الأول الذي أمروا به، وأما من بعدهم فإنه يستحب لهم الرمل كامل الشوط. وقد ثبت ذلك من أحاديث كما سيأتي بعد قليل، من أحاديث غيرهم، يعني من حديث ابن عمر وغيره، أنه عليه الصلاة والسلام كان يرمل الشوط كله، وأيضا من حديث جابر، نعم من حديث جابر أيضا أنه كان يرمل الشوط كله. وذلك جاء في مسائل إسحاق بن منصور كوسج أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى سئل كيف يرمل في الطواف، فقال اختلفوا، أي اختلف الرواة فيه. ثم قال أحمد: ويستوعب أحب إلي من الحجر إلى الحجر. ثم استدل بما جاء في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم رمل من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود، وهذا اللفظ في مسلم كذلك من ألفاظ حديث جابر. نعم. وعنه قال: لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت غير الركنين اليمانيين، رواه مسلم. نعم. قال وعنه، أي وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت غير الركنين اليمانيين،
وذلك حينما أنكر على معاوية أنه استلم الركنين الشاميين الذي يسمى بالركن العراقي أو الشامي، والركن الثاني الذي يسمى بالركن المغربي وهو الذي يكون من جهة الشام. نعم. قوله لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يستلم غير الركنين يستفيد منها مسائل. مسألة الأولى أنه استحب استلام الركن الحجر الأسود والركن اليماني كلاهما، ومعنى الاستلام هو مس الموضع باليد، فإن المس باليد هو الاستلام. قالوا مأخوذ من السلام وهو الحجارة، فمن مس الحجارة قالوا قد استلم وليس مأخوذا من السلام، هذا معنى يستلم، إذا مأخوذ من السلام وهو الحجارة. أيضا هذا الحديث يدلنا على أن السنة في استلام الركن اليماني هو الاستلام دون التقبيل، لأنه قال يستلم غير الركنين، فقد ثبت التقبيل في الحجر الأسود ولم يثبت التقبيل في الركن اليماني. وهل يقبله أم لا؟ قالوا لا يقبل، لأن صلى الله عليه وسلم لم يقبله، هذا هو ظاهر الحديث. وإن كان الفقهاء ذكروا أنه يستحب التقبيل، لكنه أو بعض الفقهاء فيه نظر. ما يتعلق بالركن اليماني أيضا أننا نقول هل الركن اليماني يقاس على الحجر الأسود من جهة هل يشار له أم لا؟ فقهاء مذهب الإمام أحمد عبارتهم صريحة جدا أن الركن اليماني إذا لم يستلمه فإنه يشير إليه كما يشير إلى الحجر الأسود، ولكن هذا الحديث في الحقيقة يدل على عدم الإشارة لأنه لم يرد. ولذا فإن بعضا من المتأخرين المحققين وهو بن جاسر في منسكه قال الصحيح أنه لا يستحب الإشارة له، وهذا الذي عليه الفتوى عند مشايخنا أنه يستلم، فإن لم يستلم أو عسر استلامه فإنه لا يشار إليه، وإن كان المذهب أنه يشار. هل يكبر عنده أم لا؟ نعم المذهب يكبر عنده طبعا، لأنهم يرون التكبير مع الإشارة، ولكن إذا قلنا إنه لا يشار إليه فظاهر كلامهم أنه يكبر من غير إشارة كذلك. نعم. بس آخر مسألة ذكرتها الآن. نعم. قوله لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم غير الركنين، هذه تدل على كراهة، نعم هذا الذي تذكرته الآن، أنه يكره استلام غير الركنين، ليس خلاف السنة وإنما مكروه، وقد نص أحمد على كراهة استلام غير الركنين. نعم. وعن عمر رضي الله عنه أنه قبل الحجر الأسود وقال إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل كما قبلتك، متفق عليه. نعم هذا قول عمر أنه قبل الحجر أي الحجر الأسود وقال إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. هذه فيها زيادة عند الأزرق في تاريخ في أخبار مكة أن عليا قال بل يضر وينفع، ثم ذكر قصة فيما يتعلق بشهادته على الناس، وهذا من باب ليس الضر بنفسه وإنما باعتبار الشهادة بما جعل الله عز وجل له من الشهادة على الناس. هذا الحديث فيه من الفقه ما ذكر ابن جوزي رحمه الله تعالى أن فيه دليل على أنه يشرع مخالفة الجاهلية وأهلها فيما كانت عليه من تعظيم الأحجار، حيث أخبر عمر رضي الله عنه أنه إنما فعل ما فعل اقتداء بالسنة وليس محاكاة لعادات الجاهلية. وهذا الاستدلال الذي ذكره ابن الجوزي هو الذي مشى عليه في الإقناع وغيره من كتب المذهب، أنه يستدل بهذا الحديث ويذكرونه في هذا الموضع عند الاستلام أنه يمنع منعا من التمسح بالأحجار والتبرك بها وبقبر النبي صلى الله عليه وسلم وبغيره من آثاره عليه الصلاة والسلام، فلا يشرع التمسح بآثار صلى الله عليه وسلم والتبرك بها، وإنما يشرع التبرك بذاته عليه الصلاة والسلام وما كان من أجزاء جسده كعرقه وشعره. وأما ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يضع يده على رمانة منبر النبي صلى الله عليه وسلم فليس هذا من باب التمسح والتبرك، وإنما فعله ابن عمر رضي الله عنه من باب الإسوة والاقتداء. وأنتم تعلمون أن هناك خلافا بين أهل العلم هل أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
العادية يقتدى فيها أم لا، والجمهور على أنه لا يقتدى به فيها، وابن عمر كان يفعل مثله. فابن عمر فيما روى الجهضمي في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إنما قصد محاكاة فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا التبرك برمانة المنبر، وهذا من دقيق فهم الفقهاء رحمه الله تعالى ومناسبة ذكره عند هذا الحديث. أيضا هذه الجملة فيها أو هذا الحديث فيه دليل كما ذكر الجوزي على أنه استحب المتابعة في السنن وإن لم يوقف على علتها. نعم. وعن أبي الطفيل رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويستلم الركن بمحجن معه ويقبل المحجن، رواه مسلم. نعم، هذا حديث أبي الطفيل أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويستلم الركن، قوله يطوف بالبيت يدل على عموم الطواف ليس خاصا بطواف دون طواف، فاستلام الأركان مستحب في جميع الأركان. قال ويستلم الركن بمحجن، المحجن هو العصا إذا كانت معوجة الرأس، وقوله يستلم الركن بمحجن أي يمس المحجن، يمس الحجر بالمحجن، فيجعل العصا هذه المعوجة تمس الحجر الأسود. قال ويقبل المحجن الذي مسه به لأنه بدل عن اليد، وحيث أن اليد تقبل فكذلك تقبل المحجن. طيب، ما يفعل عند الحجر الأسود؟ ذكر العلماء أنه درجات، أعلاها وأفضلها استلامه والسجود عليه وتقبيله، وهذه أعلى الدرجات. الدرجة الثانية استلامه باليد وتقبيل اليد، وهذه جاءت في حديث أيضا جابر وغيره. الثالثة استلامه بشيء كعصا أو محجن ونحوه وتقبيله لهذا الشيء، لكن بشرط أن يكون استلامه له بيده هو، لا يعطيه شخص يقول استلمها لي ثم هو يقبلها، بل يستلمها بيده هو متصلة به، لكن لو أعطاها شخصا فإنه يكون قبل المحجن وعظمه. واضح الفكرة؟ لو كان بيد غيره فيكون باب التعظيم للآثار، وهذا منهي عنه كما ثبت في حديث عمر أو كما تقدم في حديث عمر، لكن لما كانت متصلة به فهو قبله من باب تعظيم الفعل والاقتداء. الدرجة الرابعة وهو أقلها الإشارة إليه واستقباله بالوجه، هذه الدرجات الأربعة هي المستحبة، وأقل الاستحباب الإشارة فقط، وليس شيء من هذه الأربع واجب. فعل النبي صلى الله عليه وسلم هنا في استلام الحجر بمحجن قالوا إنما فعله النبي صلى الله عليه وسلم لحاجة، حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم راكبا على بعير ولم يفعله هكذا تكبرا عليه الصلاة والسلام. نعم. وعن يعلى بن أمية رضي الله عنه قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم مطبعا ببرد أخضر، رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي. نعم، هذا حديث يعلى بن أمية قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم مطبعا ببرد أخضر، قال رواه الخمسة إلا النسائي، والمراد بالخمسة كما تعلمون جميعا الإمام أحمد وأهل السنن الأربعة، وهم أبو داود والترمذي وابن ماجه، وأما النسائي فلم يروي هذا الحديث لا في ما رواه ابن السني وهو المجتبى، ولا في السنن الكبرى التي جاءت من طريق ابن الأحمر. قال وصححه الترمذي. الحقيقة أن هذا اللفظ الذي أورده المصنف هو لفظ أبي داود، وأما لفظ الترمذي وابن ماجه فإنه كان أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت مطبعا وعليه برد أحمر، لأنه مطبع بالبرد، فقد يكون البرد عفوا بالبرد الأخضر، فقد يكون البرد الأخضر إزارا له عليه الصلاة والسلام، لا أنه رداء له. هذا الحديث فيه من الفقه مسائل. المسألة الأولى استحباب الاطباع عند طواف القدوم، والمراد بالاطباع هو أن يجعل وسط ردائه تحت عاتقه أي تحت إبطه الأيمن، ويجعل طرفيه أي طرف الرداء جميعا على عاتقه الأيسر، فحينئذ يظهر كتفه الأيمن. المسألة الثانية أن هذا الاطباع مستحب في طواف القدوم وطواف العمرة للمتمتع ومن في معناه فقط، لا في كل طواف، لا في جميع الأطوفة، وإنما فقط في طواف القدوم إلحاقا له بالرمل. الأمر الثالث
أن الاطباع مستحب في جميع الأشواط السبعة وليس خاصا بالأشواط الثلاثة الأول، لأن قول يعلى بن أمية طاف مطبعا ينصرف لجميع أشواط الطواف. المسألة الرابعة أن قوله طاف خاص بالطواف بالبيت دون السعي بين الصفا والمروة، وإن سمي السعي بين الصفا والمروة طوافا لكنه ليس داخلا فيه. ولذلك يقول الإمام أحمد ما سمعنا في الاطباع بين الصفا والمروة شيئا، وليس ملحقا به، لأن ترك الاطباع مشروع بعد الطواف، لأن بعد الطواف صلاة والاطباع في الصلاة مكروه. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال كان يهل منا المهل فلا ينكر عليه ويكبر منا المكبر فلا ينكر عليه، متفق عليه. نعم، هذا حديث أنس رضي الله عنه في الحج، قال كان يهل منا المهل، يهل يعني يرفع صوته بالتلبية، فلا ينكر عليه، ويكبر منا المكبر فلا ينكر عليه. وهذا في أفعال الحج في عرفة وفي غيرها من الأيام. هذا الحديث فيه من الفقه أنه يشرع إظهار التكبير يوم عرفة ولو كان المرء محرما. ومن فقه البخاري في هذا الحديث أنه استدل بحديث أنس على التكبير في الأمصار في يوم عرفة. ووجه استدلال البخاري أنه إذا كان المحرم الذي يشرع في حقه التلبية إذا كبر لم ينكر عليه بإظهاره التكبير، فمن باب أولى إظهار التكبير ورفعه في الأمصار مشروع. وقد ذكر ابن رجب أن هذا من أحسن الاستدلال وأدقه، وهو من فقهه أي عن البخاري رحمه الله تعالى. وقول أنس رضي الله عنه كان يهل منا المهل يعني التلبية ويكبر منا المكبر، ذكر بعض الشراح وهو السندي أن هذا محمول على الجمع بينهم، فالصحابة كانوا يجمعون بين التلبية وبين التكبير، لا أن بعضهم كان يكبر وبعضهم كان يهلل على سبيل الإطلاق، وإنما كانوا يجمعون بينهما. ومن استدلال بهذا الحديث أو بهذا الحديث يستدل على أمر ذكره الفقهاء، وهو أنه لا يشرع التلبية مطلقا، وإنما تشرع التلبية عند الإحرام وعندما يكون المرء على دابة وعندما يفعل محظورا وعندما ينشغل الناس عن ذكر الله عز وجل وعندما يعلو مكلا نشزا ونحو ذلك. فالمرء إذا كان في عرفة لا ينشغل بالتلبية فقط، وإنما تكون أحيانا دون أحيان. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثقل أو قال في الضعفة من جمع بليل. نعم، هذا حديث ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم بعثه في الثفل أو قال في الضعفة وهو جمع ضعيف، من جمع أي ليلة جمع وهي مزدلفة بليل، في لفظ صريح بسحر أي في آخر الليل. هذه الجملة فيها دليل على أنه يجوز للضعفة الخروج من مزدلفة في آخر الليل، وهل يجوز لغيرهم ذلك أم لا سيأتي إن شاء الله بعد ذلك في حديث أم سلمة وغيرها. استدل بهذا الحديث بعض أهل العلم ومنهم ابن القيم في ظاهر كلامه وبعض المتأخرين، قالوا إن حديث ابن عباس هذا دليل على أن غير الضعفة لا يجوز لهم الخروج قبل طلوع الفجر، وهذا ظاهر كلام ابن القيم، فإن ابن القيم يرى أن غير الضعفة وأتباعهم كابن عباس لأنه كان من أتباع النساء والضعفة لا يجوز لهم الخروج، وأما المذهب فإنه يجوز الخروج من نصف الليل، وستأتي بعد قريب إن شاء الله. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت استأذنت سودة ورسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة أن تدفع قبله وكانت ثبطة تعني ثقيلة فأذن لها، متفق عليهما. نعم، هذا حديث عائشة رضي الله عنها قالت استأذنت سودة ورسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة أن تدفع قبله. أن تدفع قبله يحتمل احتمالين، إما بعد طلوع الفجر وقبل أن تسفر جدة، واحتمال أنها تكون في الليل، والمراد الثاني دون الأول. ووجه الاستدلال أنها لو كان دفعها نهارا لم تحتاج إلى استئذان، لأن صلى الله عليه وسلم انتقل من مكانه فلا تحتاج إلى استئذان، وهذا الذي قاله القاضي في التعليقة، قال إن هذا يدل على أنها دفعت ليلا. وقوله وكانت ثبطة يعني ثقيلة أي سمينة، فإن سودة رضي الله عنها كانت سمينة، وقد جاء في قول الله عز وجل ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، أن عمر لما رأى سودة وقد لبست جلبابها وحجابها قد قال قد عرفناك يا سودة، لأن سودة
رضي الله عنها وأرضاها كانت سمينة، فمهما لبست من الحجاب بان جرمها، وهذا يدلنا على أن الجرم معفو عنه في أمرين: في ستر العورة في الصلاة وخارج الصلاة. ولذلك يقول الجرم معفو عنه كالطور والعرض والمتن وأجسام الأعضاء، بخلاف المفصل، فإن المفصل لا يكون ساترا. ولذلك في معنى قول عز وجل: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، قيل إن ما ظهر منها هو العينان، وقيل إن ما ظهر منها هو الكفان، وقيل إن ما ظهر منها هو الجرم كما في حديث سودة، وقيل عين واحدة وحديث ابن مسعود، وقيل الوجه في قول بعض أهل العلم. هذا الحديث فيه دليل على أنه طبعا قبل ذلك قال: وكانت ثبطة يعني ثقيلة فأذن لها. استئذانها من النبي صلى الله عليه وسلم قيل لأنها تحتاج الرخصة، انظر معي، قيل لأنها تحتاج الرخصة لأنها ثقيلة، فهل تلحق بالضعفة أم لا؟ وهذا الاستدلال استدل به من رأى قول ابن القيم أنه لا يجوز الخروج قبل طلوع الفجر لمن لم يكن ضعيفا، فاستأذنت لكي تكون كذلك لأنها ثقيلة رضي الله عنها. وأنا أقول ظاهر كلام ابن القيم فيما فهمت من كلامه أنه لا يرى ذلك. وقيل إنها استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم لأنها كانت زوجته وكانت الليلة ليلتها فاحتاجت الإذن، وكونها ثقيلة ليس عذرا لها في الخروج، إذ لو قلنا إن كل شخص يكون سمينا يعد ذلك له عذر في الخروج لما كان ذلك عذرا. وهذا وجه استدلال فقهائنا، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لسودة وأم سلمة وأذن لابن عباس والضعفة وبني عبد المطلب الصغار وغيرهم بالخروج، فدل على أنها رخصة عامة، وإنما الإذن لسودة لأنها كانت زوج النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي جعل عائشة تتحسر على أنها لم تستأذن من النبي صلى الله عليه وسلم ذلك اليوم لأنها كانت زوجة، وهذا استدلال جيد. فإذن النبي صلى الله عليه وسلم لسودة لكونها زوجة لا لكونها ممن يجوز لها الترخص، إذ وصفها ليس رخصة. وهذا من أقوى الأدلة للمذهب على أنه يجوز للجميع الخروج من مزدلفة بعد نصف الليل، وسيأتي إن شاء الله بعد قليل ما هو ضابط نصف الليل. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس، رواه الخمسة إلا النسائي وفيه انقطاع. إلا النسائي، نعم، قول النسائي تصح. نعم. هذا الحديث حديث ابن عباس رضي الله عنه ذكر المصنف أنه رواه الخمسة أي أحمد وأهل السنن، قال وفيه انقطاع لأنه روي من طريقين وكلا الطريقين منقطع. فهذا الحديث جاء عند الترمذي من حديث الحكم ابن عتبة عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنه، وقد ذكر الترمذي أن مقسما هذا لم يسمع أن الحكم ابن عتبة لم يسمع من مقسم إلا خمسة أحاديث وليس هذا منها. ورواه الترمذي ورواه أبو داود من حديث سلمة بن كهيل عن الحسن العراني عن ابن عباس، وقد نص أحمد على أن الحسن العراني لم يسمع من ابن عباس. إذن فالطريقان المرويان عن ابن عباس رضي الله عنه كلاهما منقطعة، ولذلك فإن ابن عبد الهادي في حاشيته على الإمام ابن دقيق العيد أجاد حينما قال: رجاله ثقات، وهذا إشارة لتوثيق الرجال دون النظر للإرسال والاتصال في الحديث. وعلى العموم فقد جاء في بعض نسخ الترمذي أن الترمذي قال إن هذا الحديث حسن صحيح، فصححه الترمذي أو حسنه بناء على أن رجاله ثقات وعلى أن أهل العلم قد عملوا به. هذا الحديث فيه من الفقه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن عباس: لا ترموا. الحديث هنا لابن عباس وأغيلمة بني عبد المطلب، فقال لهم لا ترموا، وكان ابن عباس وأغيلمة بني عبد المطلب قد نفروا من مزدلفة إلى منى في السحر في آخر الليل،
ومع ذلك قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترموا جمرة العقبة حتى تطلع الشمس. هذا الحديث فيه من الفقه مسألتان. المسألة الأولى وهي مسألة متى يجوز رمي جمرة العقبة. المشهور في المذهب وهو الذي عليه الفتوى أنه يجوز رمي جمرة العقبة بعد نصف الليل بشرط واحد، أن يكون قد بات في مزدلفة، وأما من لم يبت في مزدلفة فلا يجوز له الرمي حتى يطلع الفجر. وبناء على ذلك فالناس ثلاثة: رجل دخل مزدلفة قبل نصف الليل فيجب عليه المكث إلى نصفها ويجوز له الخروج ورمي جمرة العقبة بعد ذلك، والثاني رجل دخل مزدلفة بعد نصف الليل فيكفي مروره بها ولا يلزمه البقاء ثم يرمي ولو قبل طلوع الفجر، الثالث رجل لم يصل إلى مزدلفة فهذا الرجل لا يجوز له الرمي إلا بعد طلوع الفجر. والذي لم يصل إلى مزدلفة نقول له حالتان: الحالة الأولى أن يكون تركها بسبب منع عنها كزحام ونحوه لم يستطع الوصول، فحينئذ المفتى به أنه لا دم عليه. وقلت المفتى به لأن ظاهر كلام الفقهاء أنه ملحق بالصورة الأولى. والحالة الثانية أن يكون قد ترك المبيت بمزدلفة إما قصدا أو بتفريط، قصدا تركها تعمدا أو بتفريط لم يذهب إلا في وقت متأخر فضاق عليه المكان أو ضاقت عليه المداخل، فحينئذ نقول وجب عليه الدم لأنه مفرط أو قاصد الترك، وهذا لا يجوز له أن يرمي إلا بعد طلوع الفجر، قبل طلوع الفجر لا يجوز. هذه المسألة الثانية. وهذا القيد الذي ذكرت لكم هو ظاهر كلامهم وإن لم يصرحوا به، فظاهر كلامهم أنه لا يستباح الحكم إلا بعد فعل ما قبله وهو فعل وهو رمي مزدلفة وهو رمي وهو المبيت بمزدلفة. المسألة الثانية عندنا أن الرمي قلت لكم المذهب أنه من نصف الليل، وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم أنه يجوز الرمي عند ابن القيم للضعفة بعد غروب القمر وليس مقدرا بنصف الليل، لأنه جاء في حديث أسماء رضي الله عنها أنها كانت تتحين غروب القمر فإذا غرب خرجت. وقد جمع شيخ الإسلام بين المذهب أو كلام أحمد وبين فعل أسماء أننا إذا نظرنا إلى الليل من غروب الشمس إلى طلوع الشمس فإن نصفه يكون عند غروب القمر، وإذا نظرنا الليل من غروب الشمس إلى طلوع الفجر فإن نصفه يكون قبل غروب القمر. والمذهب على أن الليل هو الثاني، تحسب من غروب الشمس إلى طلوع الفجر لا إلى طلوع الشمس. وعلى العموم المذهب هو المفتى به، لأن الشارع قد عهد أنه يجعل الأحكام متناظرة كما قال عمر رضي الله عنه: وأعرف الأشباه والنظائر ثم قس الأمور بعد ذلك. ونظرنا لأقرب مقدر من المواقيت في الليل فوجدنا أقربها نصف الليل حيث أنه يشرع ينتهي عنده وقت صلاة العشاء المخير في الرواية الثانية، ولأنه وقت أفضلية لقيام الليل كما في قيام داود عليه السلام. الأمر الأخير، هذا الحديث ما الذي كيف يوجه؟ هذا الحديث لأهل العلم فيه توجيهان. أما المذهب حيث قالوا إنه يجوز لكل شخص أن يرمي من نصف الليل، وعلى اختيار الشيخ تقي الدين يجوز للضعفة أن يرموا بعد غروب القمر، فحملوا هذا الحديث على الأفضلية ووقت الجواز يكون قبله. والدليل على أنهم باب الأفضلية قال أبو يعلى في التعليقة أن النبي صلى دليل ذلك أن الدلالة على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بذلك بعد طلوع الفجر، بل بعد طلوع الشمس، نعم أمرهم بذلك بعد طلوع الشمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في المزدلفة على أن مشى ووصل إلى منى فرأى هؤلاء الغيلمة كان بعد طلوع الشمس فقال: لا ترموا حتى تطلع الشمس، فيكون هذا من باب الندب لا من باب
الوجوب. القول الثاني وهو اختيار ابن القيم، ابن القيم يرى أن هذا الحديث للأقوياء الذين خرجوا مع الضعفة، فالضعفة يرمون قبل الزوال في نصف الليل، والأقوياء الذين معهم لا يرمون إلا بعد طلوع الشمس، وكذلك الذين لم يخرجوا فلا يجوز لهم الرمي إلا بعد طلوع الشمس. نعم نعم. آخر حديث. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت. رواه أبو داود وإسناده على شرط مسلم. نعم، هذا حديث عائشة رضي الله عنها رواه أبو داود، وقد ذكر مصنف عن أنه على شرط مسلم، سبقه للقول بأنه على شرط مسلم البيهقي في السنن، وقال إن هذا إسناد صحيح لا غبار عليه، وسبقه أيضا ابن عبد الهادي في حاشية الإمام فقال إنه أيضا على شرط مسلم. وهذا القول منهم اعترض عليه ابن القيم، فقد أطال ابن القيم في زاد المعاد وقال إن هذا الحديث منكر، أنكره الإمام أحمد، وذكر أوجها متعددة في بيان نكارة هذا الحديث، ولولا أن الوقت ضيق لذكرت بعض الأوجه التي ذكرها ابن القيم، لكن نأخذ فقه هذا الحديث كي نختم درس اليوم. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بأم سلمة ليلة النحر. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل أم سلمة ليلة النحر فرمت الفجر، فرمت الجمرة قبل الفجر، فهذا يدل على جواز الخروج من مزدلفة قبل الفجر، وعلى جواز رمي الجمرة في الليل. قال: ثم مضت، أي مضت أم سلمة فأفاضت، أي فطافت طواف الإفاضة، وكانت وصولها إلى مكة في صلاة الصبح، لذلك جاء في بعض ألفاظ الحديث وصلت بمكة الصبح. هذا الفعل منها رضي الله عنها يدل على أنها خرجت مبكرا، فلا يمكن أن تخرج من مزدلفة وترمي الجمرة ثم تذهب إلى مكة فتصلي الفجر في مكة إلا وقد خرجت قبل السحر، وهذا يؤيد قول الفقهاء أنه يجوز الخروج من نصف الليل، لأنها فعلت أفعالا كثيرة والمسافة طويلة، وخاصة قديما حينما كانت الفجاج معوجة غير مستقيمة، وكانوا إنما يمشون بالركائب وينزلون ويرقون، فالمشقة فيها والمدة فيها أعلى. هذا الحديث فيه من الفقه مسائل. المسألة الأولى أنه استدل به كما ذكرت لكم على جواز النفر من مزدلفة ليلا للجميع، وهذا هو المذهب، ولكن قال بعض أهل العلم وهو ابن عبد الهادي إن هذا الحديث ليس فيه دليل على أنه يجوز لكل أحد الدفع من مزدلفة بعد نصف الليل، وإنما أذن النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة فقط، وقد سبق بيان أن الذي يدل على الجواز إنما هو حديث عائشة المتقدم. أيضا هذا الحديث يدل على أن الدفع من مزدلفة والنفر منها يجوز بعد نصف الليل لطول المسافة والأفعال التي فعلتها أم سلمة رضي الله عنها وهي كثيرة جدا. والرواية الثانية وهي اختيار ابن القيم وشيخه أنه إنما يجوز بعد غروب القمر، وتقدم معنا كيف يمكن حساب هذه المدة. نقف عند هذا الموضع ونكمل إن شاء الله عز وجل غدا باقي كتاب الحج من بلوغ المرام، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.